كيف أصبح جنوب اليمن مسرحا للعنف والفوضى والصراعات؟ ما هي أبعاد الخلافات الجنوبية؟ ماذا عن أطماع الخارج؟ وهل بالإمكان كف يد الأدوات الخارجية عن العبث بأمن البلاد؟ وكيف ساهم ضعف الشرعية في تنامي هذه الأطماع؟ أهلا بكم. بين الفوضى الناشئة في محافظة مسالمة كالمهرة وبين فوضى أدوات الانتقال في عدن تلتقي الأطماع وتفترق معها مصالح اليمنيين. يبدو أن جنوب البلاد اليوم ضحية للصراع والأطماع السياسية، فيما أبناء هذه المناطق هم أكثر من يدفع ثمن تلك الفوضى. تتسع دائرة الانقسامات وتضيق الآمال وتنعدم فرص الحلول. عدن والمهرة بوابتا تدخلات ومفتاح الحل المفقود لاستعادة الدولة شمالا وجنوبا. مثل اتفاق الرياض مخرجا ممكنا للأزمة المركبة في البلاد، لكن الراهن لا يحمل أي بوادر سلام. ورغم امتلاك الشرعية للكثير من الأوراق الرابحة، إلا أنها ركنت إلى موقع الفرجة وتركت عواصف الأطماع وتدخلات تعصف بالبلاد شمالا وجنوبا. في 29 من أغسطس نفذت مقاتلات إماراتية سلسلة غارات جوية استهدفت فيها الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية على مشارف مدينة عدن. كانت تلك الضربة لحظة فارقة في مسار التحالف الداعم للشرعية، وفصلت في الجدل حول موقف الإمارات وطبيعة تدخلها بل وحسمت الأمر حول أجنداتها في اليمن. الإمارات التي دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي وجعلت منه ممثلاً لإدارة الإمارات وأطماعها في اليمن، محولة إياه لجيش صغير يلبي رغباتها من قيادة الانقلابات ضد السلطة الشرعية إلى تصفية الخصوم. تسعى أبو ظبي لتقسيم اليمن تحت لافتة القضية الجنوبية، لكنها تركت بلداً مليئاً بالجروح وبؤر العنف، وبات الحديث عن القضية الجنوبية مصحوباً باختلالات وتباينات شتى، حتى أن البعض يقول إن ما حدث خلال الأربعة الأعوام الماضية كان له تأثير سيء ومدمر على الجنوب والقضية الجنوبية أولاً. ظهرت مكونات ترفض الانتقال وسلوكه درب العنف وتحوله إلى أداة بيد أبو ظبي، ورغم أن تلك المكونات تحوز على دعم شعبي، إلا أن تأثيرها ليس بمستوى تأثير المجلس الذي تقف خلفه أبو ظبي بكل ثقلها. كانت عدن بالنسبة للشرعية محطة لاستعادة صنعاء، لكنها فقدت، فذهبت عدن باتجاه بعيد، وصارت المسافة إلى صنعاء أبعد وأكثر مشقة. أغرى ضعف شرعية الرياض لتعود أطماعها القديمة المتجددة، فتصبح أولوية على رأس أهداف هذه الحرب، ومعها تحولت الشرعية إلى مجرد غطاء لهذه الأطماع. أحد الأحلام القديمة في أدراج الرياض كان الحصول على منفذ بديل لنفطها عبر بحر العرب لتفادي أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز، خصوصاً في ظل التوتر مع طهران. أطماع السعودية في المهرة أوقعت هذه المحافظة الآمنة في مربع القلق والتوتر، وبدأت تشهد تصعيداً أمنياً وعسكرياً غير مسبوق في تاريخها. وسط مظاهر العنف المتفجر وانعدام اليقين في المشهد اليمني الراهن، تجد الشرعية نفسها وقد غادرت مواقعها ليس من عاصمتها صنعاء وعدن فقط، بل وفي موقع القرار نفسه، وباتت تحارب في جبهات متعددة، وبات مصيرها محل نقاش واسع لدى الشارع اليمني. إذن مشاهدينا تابعنا التقرير حول موضوع الحلقة، ورحب بضيفي هنا في استديو المساء اليمني الأستاذ علي الأحمدي، أمين عام مساعد حركة النهضة. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا بكم أستاذ علي. نبدأ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن. كيف تحولت اليوم من عاصمة ليفترض أنها يتم منها الانطلاق لاستعادة العاصمة صنعاء إلى مدينة مختطفة؟ الكثير يرى أن مصيرها اليوم لا يختلف عن مصير صنعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير للسادة المشاهدين ولكم جميعا في قناة بلقيس. وقبل أن أبدأ في الحلقة أود فقط أن أعلق على التقرير الذي سبق الحلقة.
حديثنا عن واقعنا في اليمن وعن عدن وعن الجنوب يجب أن ننظر إليه من خلال أدائنا نحن كيمنيين وكقوى سياسية وكشرعية بالدرجة الأساس. أما الحديث والتركيز على ما تريده دول التحالف أو ما تصبو إليه أو صناعة يعني شماعة لتعليق فشلنا كله على هذه الشماعة، أنا أرى أن هذا المسلك لن يقودنا إلا إلى مزيد من إعادة تدوير الفشل والتجارب. يجب أن نركز على أدائنا نحن كشرعية كقوى سياسية كمؤسسات دولة، هذا هو المشكلة الكبرى التي يجب أن ننطلق في هذه الحلقة وفي جميع شؤوننا كيمنيين نحو تصويبها، وإذا صوبناها لن تكون هناك أي مشكلة يعني تتعلق بنا من خلال دول أخرى سواء كانت دول التحالف أو غيرها من الدول. بالنسبة لمدينة عدن وهو مدخل جميل لتوصيف هذه المشكلة عندما نتحدث عن أطماع دول وجعل مثل هذه كشماعة أو فزاعة لوضع كل الفشل على هذه التهم التي نكرسها بشكل دائم. عندما تحررت عدن كان بإمكان الشرعية أن تجعل من مدينة عدن منطلق لبناء مؤسسات دولة، إعادة مؤسسات دولة لتكون منطلق نحو تحرير باقي المناطق. مع الأسف الشديد أذكر أن التهمة جاهزة أن هناك دولة عينت أشخاص في مناصب محافظ عدن ومدير أمن عدن لتمكين لهذه الدولة. الحقيقة وأقولها ربما قد يستغرب الكثيرون أن الأساس في كل القرارات التي تمت هو نابع من الشرعية مباشرة، وربما كان هناك تقديرات نفعية لأطراف الشرعية أرادت الاستحواذ على بعض المكاسب أو بعض نعرف أن مثلا المنطقة العسكرية الرابعة لا تخضع لوزارة الدفاع، وهذه يعني ربما من العوامل الكبيرة التي أدت إلى فشل المنطقة العسكرية الرابعة في حماية الشرعية. عندما تجند منطقة أكثر من 200 ألف جندي يستلمون رواتبهم في منطقة تشمل عدن وتعز وما جاورها من المحافظات، تتبع من؟ تتبع الحكومة الشرعية في العلن يعني وتستلم رواتبها من الحكومة الشرعية. لكن عندما يأتي وقت الجد ولا تجد 10,000 أو حتى 5,000 جندي يدافعون عن الشرعية في مختلف المنعطفات مثل يناير 2018 مثل أغسطس 2019، هذا دليل على فشل لدينا في بناء مؤسسات الدولة. هناك من يسعده أن لا تبنى مؤسسات الدولة، ربما من دول التحالف، ربما من دول خارجية، هذا شيء مسلم به، لكن ماذا عنك أنت كحكومة شرعية، كدولة يمنية، كأحزاب سياسية، كمجلس نواب، كأعضاء مجلس الشورى، كوجاهات، كقيادات، أين نحن من ترك مدينة عدن طوال 5 سنوات لم تبنى فيها أي مؤسسة بشكل لائق سليم، بل سلمت عدن لمخاوف أن هناك فوبيا أو النفسيات الجنوبيين لا تقبل الشماليين، يعني كرس هذا الوهم من قبل أقطاب في الشرعية لأجل الاستحواذ ولأجل يعني أستاذ علي ينفع نسمي أنت لن تقول في 2000 وبعد التحرير قيل أن عدن عين لها محافظ بضغط من دولة معينة لم تسمي هذه الدولة، قلت أن بعض الأطراف داخل الشرعية لثقافة الفيد ربما أو لتحقيق مصالح لها كانت تضغط على الشرعية في اتجاه معين، سمي الأطراف لا مشكلة لدينا. لا لسنا في صدد تسمية، المتابع بشكل جيد للأمور يستطيع أن يصل لكل الأسماء والأشخاص، إنما أنا أتكلم نحن كنا في عدن في مشروع المقاومة وخلفنا اليمنيون، كل اليمنيون من مختلف المناطق كانوا قلوبهم معلقة بعدن، والمشروع الصمود المقاومة في عدن ونجاح المقاومة في عدن كان تبنى عليه آمال لتحرير باقي المناطق ولعودة الدولة مؤسسة الدولة. نحن في مجلس المقاومة أعلننا أن من أهداف تأسيس مجلس المقاومة في عدن
عودة مؤسسات الدولة وعودة الحكومة الشرعية والاعتراف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. شرعية الرئيس هي شرعية الجمهورية اليمنية، هو رئيس لليمن كاملا مع الأسف، وهذا ربما لأول مرة نقولها، لأن الأمور وصلت إلى حد لا نريد تكرار نفس الأخطاء، أن يعني تعود عدن للشرعية. إذا عادت بنفس الطريقة التي حصلت في 2015 لن تسير الأمور على ما يرام. إذا عادت بنفس الأدوات، نفس الوجوه، نفس الطريقة في التعامل، أنها هناك خصوصية لأبناء الجنوب فقط، وأن المسؤولين من الحكومة الذين ينتمون للمناطق الشمالية وجودهم في عدن غير مرحب به، هذا كلام يعني سوق في الإعلام مع الأسف. لا نقول أن الانتقالي أو الحراك الجنوبي أو هو الذي سوق لهذا الأمر فقط، بل مع الأسف أنا أقولها أن هناك في الشرعية من مع الأسف كانوا نصب أعينهم فقط ماذا سيستفيدون، ماذا سيحصلون من المكاسب، وتمت التعيينات التي تمت. يعني نقول حربت المقاومة، أقصيت أبناء عدن الذين حرروا عدن، تم تنحيتهم عن كل المواقع المهمة، وأتي من الأرياف المجاورة لعدن باتفاق مع الشرعية بمن استلم المعسكرات والمرافق المهمة في عدن، ثم حصل ما حصل من ولائهم. طيب ما شكل هذه الصفقة التي تمت مع الشرعية، ومن أقصى قيادة المقاومة ولماذا؟ هي ليست صفقة أخي الكريم، هي هي سياسة تمت أن يتم تعيين أشخاص يعني مقربين أو مرضي عنهم، أو يعني بحيث لا يكون للدولة الحقيقية ومؤسسات الدولة، سواء مجلس النواب لا يكون له حضور ليراقب الوزراء، ولا يكون لهم حرية في التنقل والتحرك. هذا الأمر أدى إلى نشوء طبقة يعني منتفعة من درجة مدراء عموم ووكلاء وقادة كتائب وقادة ألوية، ما نراه في عدن، والآن بدأ يظهر للعلن. نحن كنا نحذر من هذا ونتكلم منذ البداية، لأن الأمر هذا لمسناه منذ اللحظات الأولى. الآن بدأ الناس في الشارع، المواطن البسيط يلمس هذا الأمر، يرى كيف تم تعيين أناس جهلة أميين في مناصب عليا، وصار المواطن العدني يقتل في الشارع بدم بارد من قبل أطقم ليس لها وازع ولا رادع ولا رقابة. صار المال العام ينهب، صارت الأراضي بكل بجاحة تؤخذ، وكل هذا سببه ما حصل منذ البداية. أما أن نبحث عن مماحكة مع دول أخرى، وأن ندخل اليمن وقضية اليمن في استقطاب بين دول وصراعات دول، لا شك أنا لا أبرئ أن هذا الأمر مؤثر على اليمن، ومما عطل بناء المؤسسات في مدينة عدن الصراع الموجود بين أقطاب إقليمية أو دولية أو غيرها. لكن نحن قبل أن نتكلم عن هذا يجب أن نتكلم عن السبب الرئيسي والمعطى الأساسي، وهو قصورنا نحن كيمنيين. وهذا هو محور سؤال التالي لك، أنه اليوم جنوب اليمن وبداية التحرر، المدن التي بدأ التحرر فيها من ميليشيا الحوثي أصبحت للأسف مسرح للعنف والفوضى والصراعات، كيف أصبحت بؤرة لكل هذه الفوضى اليوم؟ لا شك أن المسألة بناء المؤسسات هو العنصر الأساسي. يعني مثلا الجيش عندما تم التعيين في المناصب كقيادة ألوية وغير ذلك بدون أي معيار عسكري، بل وصرف رتب عسكرية بشكل غير معقول، يعني أن تصرف رتب على مستوى عقداء وعمداء وتوليتهم المهام، هذا الأمر كان له دور أساسي في عدم بناء مؤسسات الدولة. أيضا أطماع بعض الدول الإقليمية والدولية التي ساهمت في إنشاء الميليشيات، لا شك أنه يعني ساهم في هذا الأمر. لكن المنبع الأساسي لهذا الأمر هو من الشرعية، من عدم بناء المؤسسات، ومن شرعنة بعض هذه الميليشيات. عندما نتحدث عن الحزام الأمني مثلا، هناك عدد من ألوية الحزام الأمني مشكلة بقرارات رئاسية جمهورية،
قادة الحزام الأمني أعطوا رتب عسكرية من الشرعية. فيجب أن لسنا نحن مثلا أجانب أو من الخارج حتى نتكلم بكلام عام أن دولة كذا عملت كذا وكأننا لسنا يمنيين أو داخل ونعرف ماذا جرى. دكتور علي، ما هي خلفية هذه القرارات في تلك الفترة يعني لما منحت بقرارات جمهورية؟ ربما هي محاولة للتوازن يعني في ما بين إرضاء بعض أطراف التحالف وإرضاء بعض الأطراف المحلية ومحاولة التوازن بين هذه الأمور. لكن عندما يتجاوز الأمر إلى توازن إرضاء أم توازن قوى كان؟ لا، توازن للحفاظ على سير المعركة. يعني نحن المعركة مشتركة، يعني هي معركة يمنية مع أشقانا في التحالف، فربما هناك يعني محاولة لإبقاء التوازن في التحالف بحيث لا يتصدع أو لا ينفض التحالف، أن يعني بعض المكاسب تعطى هنا وبعض المكاسب هنا. لكن عندما تصل هذه الأمور إلى صلب مؤسسة الدولة وأساس الدولة كالمؤسسة العسكرية والمؤسسات الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب، ولا لا يمكن ولا يعاد ويعبث في مثل هذه الأمور، هذا يؤدي في النهاية إلى خسران العلاقة مع التحالف ويؤدي إلى خسراننا لكياننا كدولة وكمؤسسات. طيب، نشرك معنا بالنقاش من عمان الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا بكم. أعتذر منك أننا تأخرنا عليك قليلا ربما، لكن الأستاذ علي عشان نسمع طبعا. الأخ علي يقول كلام مهم وجميل. صحيح، وهذا ما أريد أن أسألك فيه ولا مقاطعه، لأنه كلام مهم تحدث به الأستاذ علي الأحمدي. سؤالي لك نفس السؤال الذي سألته الأستاذ علي الأحمدي. جنوب البلاد، البداية التي شهدت التحرر من ميليشيا الحوثي والتي يفترض أنها كانت تكون الانطلاق منها لتحرير باقي البلاد، للأسف أصبحت مسرح للعنف والفوضى والصراعات. كيف أصبحت برأيك بؤرة لكل هذه الفوضى؟ مساء الخير لك والأخ علي. يعني الأصل إذا رجعنا للمشكلة الأصلية أنه المشروع الانفصالي، المشروع الانفصالي هو أبو المشكلة الأصلية. ولا نبالغ نقول أنه بسبب المشروع الانفصالي الآن تتفكك الجمهورية اليمنية، لأنه بسبب المشروع الانفصالي لم يهزم الحوثي، وربما أيضا بسبب المشروع الانفصالي تم استخدام الحوثي. لأنه عدم وضوح وعدم قناعة من كانوا في السلطة في 2014، لأنه الآن لا نعتبرهم في السلطة وهم قاعدين في فنادق في الخارج، هم بسبب المشروع الانفصالي تواطؤوا مع الحوثي وأدخلوه إلى صنعاء. أيضا بسبب المشروع الانفصالي لم تتحول عدن إلى العاصمة، إلى عاصمة حقيقية. تخيل لو أن ما حدث من 2015 بعدما خرج الحوثيين من عدن، أن عدن تحولت إلى عاصمة لكل اليمنيين، عاصمة يقام فيها وزارة الدفاع وأجهزة أمن وكل مؤسسات الدولة، وأن تكون مدينة مفتوحة لجميع اليمنيين. يعني خلال أشهر وقد تحولت عدن بالفعل إلى عاصمة بمؤسسات وعاصمة قادرة أن أولا تكون جاذبة ونموذج اليمن الشرعية مقابل يمن الحوثي. ومن ثم كان من الممكن حينها الانطلاق بسهولة عسكريا وسياسيا وهزيمة الحوثي. لكن ما حدث أن عدن تحولت إلى مدينة مصغ، لا تعتبر عاصمة ولا تعتبر عاصمة للانفصاليين ولا تتبع الجمهورية اليمنية ولا تتبع، يعني أصبحت مدينة فيها العلم الانفصالي، فيها الأجنبي هو المتحكم الرئيسي، هو المرجع، الوزراء يدخلون خاصة إذا كانوا شماليين يدخلوا خفية وسكتة وخايفين يمكن يوقفوهم في النقاط ويقول له هات بطاقتك. المعظم طيب اليمنيين أستاذ عبد الناصر، أستاذ عبد الناصر، قد يرى البعض في كلامك تحامل وعدم إنصاف
للقضية الجنوبية عندما توصف وتعنون وتقول المشروع الانفصالي هي قضية جنوبية؟ الكل كان في الداخل يعترف بأنها قضية عادلة ومعروف خلفية هذه القضية على مدى سنوات سابقة. دعني أخالفك وأخالف أيضا من بيتكلم عن هذه المسألة. الحقيقة كلمة القضية الانفصالية هي إحدى الوسائل إما لتمرير المشروع الانفصالي أو لابتزاز الجمهورية اليمنية. أخي العزيز، ليس هناك من قضية إلا قضية يمنية. عندما بدأنا من 2012 نتكلم عن القضية التهامية والقضية الجنوبية والقضية الصعدة وقضية كذا وكذا، خرجنا من القضية الأصلية وهي القضية اليمنية. عندنا مشكلة في أيام علي عبد الله صالح، مشكلة الحكم، من يحكم وكيف يحكم وما هي شرعيته، هذه هي القضية الأصلية. لكن عندما تقوم تجزئها وتقول أبناء هذه المنطقة مهضومين وأبناء هذه المنطقة سيئة هذا، وبالتالي نعطيهم امتيازات ونعطيهم حقوق أكثر من غيرهم ونعطيهم مناصفة هنا ومناصفة هناك، أو الحوثيين أصحاب صعدة نعطيهم امتيازات، وهذا الذي حصل في مؤتمر ما يسمى الحوار وهو لا حوار ولا شيء، كانت هنا الخلل، هذا هو الخلل. ولهذا علينا أن نقول ليس هناك من قضية إلا القضية اليمنية، أي قضية أخرى هي قضية لابتزاز هذه الدولة أو لتفكيكها. طيب أي أستأذنك أستاذ عبد الناصر، كلام مهم تقوله أنت، أريد تعليق من الأستاذ علي الأحمدي ضيفي هنا في الاستديو. تجزئة القضايا اليمنية أدت بنا إلى مزيد من السوء. أنا أختلف تماما مع الأستاذ عبد الناصر الذي نقدر ونحترمه. القضية الجنوبية ليست مثل القضية التهامية ولا قضية صعدة، وهذه إشكالية هي عندما تنطلق من البعد الذي يعيشه الإنسان، يعني ربما كونه في الشمال يفكر بطريقة غير كونه في الجنوب. القضية الجنوبية يعني هي قضية دولة مع دولة توحدت، نحن الآن يمنيون عبر التاريخ لا خلاف ولا جدال على هذا الكلام، لكن الواقع السياسي الذي تشكل بعد في الخمسينات والستينات أن هناك دولة في الجنوب ودولة في الشمال، فعندما نبصر وفي عام 90 تم الوحدة بين دولتين، بعد 4 سنوات فقط حصلت الحرب. فعندما نتكلم هناك قضية لها خصوصية لا ينبغي أن نساويها بقضية مثل تهامة أو قضية الإب أو قضية في صعدة أو خلاف. هذا أولا، إذا انطلقنا بهذه الطريقة نستطيع أن نفهم ماذا يريد الجنوبيون وكيف نعالج مشاكلهم. أما أن ننفي يعني طريقة النفي التام بهذه الطريقة أو المساواة مع المناطق الأخرى يؤدي إلى ردة فعل أكثر وتجعل من القضية مطية للمنتفعين في الجنوب الذين جعلوا من القضية. طيب، لم يتم التساوي، ربما أعطيت الأفضلية القضية الجنوبية، أتيحت الفرصة للكثير من القيادات الجنوبية لإدارة يعني كل تفاصيل البلد، ومع ذلك الوضع أسوأ. عموما أنا طريقة أن وهي نقطة مهمة، مسألة أن الجنوبيين أخذوا حقهم أو أنصفوا أو خلاف ذلك، أنا لا أرى أن الجنوبيين أنصفوا بتاتا. الذي أعطي المناصب والذي حصل على المكتسبات والذي أدار الدولة هو نفس النظام الذي كان موجود يعني في صنعاء ما بعد 94، وإن كانوا جنوبيين إلا أنهم جزء من النظام في صنعاء. الإنصاف الجنوب هو أن ينصف المواطن الجنوبي، أن يحصل المواطن الجنوبي على حقوقه مثل المواطن في باقي مناطق اليمن، هذه القضية. أما أن يقال أن المناصب وزعت بالنصف أو أكثر من النصف، أو هذه المناصب وزعت على من كانوا في السلطة أصلاً في صنعاء. هناك نقطة مهمة وهي أن القضية لها بعد يمس المواطن الجنوبي، وهذا البعد ربما قيادات الحراك في الفترة الأخيرة لم يعيره اهتمام، وهو عودة الحق للمواطن وملامسة قضايا المواطن. مثلا كل ما كان يقال منذ 2007 عن مظالم الجنوبيين، الأراضي، الممتلكات الذين فصلوا من أعمالهم، إلى الآن لم تحل، رغم أن الجنوبيين وبالتحديد فصائل الحراك مسيطرة في عدد. صار معنا أكثر من حراك. هذه نقطة مهمة. أن لم تعد الناس إلى وظائفهم، لم تعد الأراضي، لم تعد كذا. إذن ما الذي حصل بعد 2015؟ هو الحصول على السلطة. ظهر وجه آخر للقضية الجنوبية، وهو وجه
المطالبة بالسلطة من قبل أناس معينين وفصيل سياسي معين. وباقي الفصائل سأسألك عنهم أين هم اليوم من هذا المشهد. أستاذ عبد الناصر المودع، قلت عدن تحولت إلى مدينة مسخ، الشرعية لم تتمكن من النجاح في ملف عدن، لم تستطع أن تجعلها عاصمة لكل اليمنيين. طيب لنقل أنا لعدن والجنوب ظروفه، لماذا الشرعية لم تذهب مثلا إلى مأرب؟ لماذا مأرب لم تكن هذا النموذج الذي يفترض أن تكون عليه عاصمة الشرعية؟ يعني قبل ما أرد على سؤالك، وهو سؤال مهم جدا، وسأعقب على ما ذكر أخ علي، وأعيد تأكيد على القضية أنه ليس هناك من قضية جنوبية، لأنه عندما قال أن احنا توحدنا كدولتين، توحدنا كدولتين وذابت الدولتين وفقا للقانون الدولي، وبالتالي لا يمكن أن نظل نتحدث أنه إحنا دولتين. يا دولنا دولة تكون نموذجية مثل السويد، ولا أن إحنا ننفصل في أي وقت. هذا كلام غير واقعي وكلام غير صحيح. أيضا المنهجية التي استخدمت، نقوم نراضي هذا الطرف أو ذاك ونقوم نعطيه مناصب ونعتقد بأنها حلينا المشكلة الجنوبية، أو مشكلة ما نسمع ما سميت القضية الجنوبية، ودينا رئيس جنوبي، ايش عمل لنا هذا كله؟ انت اجبت على سؤاله وقلت له اوكي. الان بعد من منذ 7 سنوات او من 8 سنوات كان الحديث يدور عن تهميش الجنوبيين، تهميش الجنوبيين. اصبح الجنوبيين مسكوا السلطه، اصبحوا هم المتحكمين في كل مفاصلها. ما حد يقول لي انه السلام علم وكلام فاضي من هذا، لا، سلام رئيس. والان عمليا اصبحت كل ما يمثل السلطة الجمهورية اليمنية بأيدي الجنوبيين. هل خفت النزعة الانفصالية أو زادت؟ الذي حدث أنها زادت. الرئيس هذا الذي تم الإتيان به على أساس يخفف النزعة الانفصالية هو الذي صعدها. كانت الأموال تذهب للمظاهرات أيام ما كان هو في صنعاء من عند ابنه ومن عنده، بتروح ميزانية المظاهرات وميزانية الصحف الانفصالية، وبالتالي كان المنهج خاطئ، معالجة مشاكل اليمن بمناهج خاطئة. طيب، من خلال مثل هذا. هذا أولا فيما يتعلق بهذا السؤال. السؤال الثاني، أنت وضعت سؤال مهم، أنه لو كان في سلطة كفؤة يعني يكفيها 2000 كيلومتر وليس 450,000 كيلومتر لتعمل فيها عاصمة. يعني البحرين كلها 600 كيلو، سنغافورة 550 كيلو، وبالتالي ما هيش القضية هنا. القضية أنه هذه السلطة، هذا الشخص الذي يسمي نفسه رئيس ولا زال البعض يعتبره رئيس شرعي، هذا الشخص لا يمتلك الكفاءة ولا يمتلك الرغبة أيضا، لا يريد أن ينشئ سلطة، لا يريد، لأنه يريد يحكم بهذه الطريقة. شخص كسول يريد أن يستفيد من المنصب، هو الذي حوله والحاشية الذي حوله، يأخذ الأموال ويخزنه وراقدين على راحتهم، لا في مظاهرة ولا في حد يجي يحتج عليك ولا في حد يفعل عليك انقلاب عسكري، انت قاعد لي في عاصمة دولة أخرى. هذا وضع مثالي بالنسبة لرئيس خامل بهذا النوع، وبالتالي هو ما لا يريد، هو لا يريد أن ينشئ عاصمة يتحمل فيها المسؤولية ويدير فيها شؤون الدولة والناس يحاسبوه على أعماله. يتعذروا لك، يقول لك والله مع السعوديين حاجزينه، مش قادر الإمارات ما خلصتش يرجع. الكلام كله هذا كلام فارغ. هذه السلطة هي يناسبها هذا الوضع، وبالتالي هي ساهمت بأن يكون هذا الوضع. هذا الوضع بالنسبة لها وضع مثالي. لا يمكن لهذه السلطة أن تفكر بأن تنشئ عاصمة حقيقية في أي مكان في اليمن. هي تريد أن يبقى الوضع هكذا معلق، لا في دولة حقيقية ولا في سلطة حقيقية ولا في عاصمة حقيقية، لأنها مستفيدة منه. أنت تخيل المئات الملايين الدولارات تجيها، ومهمة الرئيس ايش يعمل هو وعياله الذي بيديروا الدولة ومدير مكتب، يحولوا الفلوس، لا يصرفوها في مشاريع، لا يدفعوا مرتبات الموظفين. في الفترة الأخيرة الحوثيين منعوا الناس يتعاملوا بالعملة الجديدة، عبد ربه وجماعته يفرحوا بهذا الخبر لأنه حجز لهم مبلغ يضاف لهم فوق رصدتهم في الفساد. أشكرك. ما وجدت أي حل، وبالتالي هذه السلطة هي المشكلة الأصلية. هذه السلطة التي أدخلت الحوثيين التي دمرت اليمن، لا يمكن أن تكون هي السلطة التي ستبني اليمن أو تعيد لنا الدولة. يعني علينا أن نكون هكذا واقعيين
ومنطقيين مع انفسنا وصريحين مع انفسنا. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الناصر المودع، محلل سياسي وكاتب، كنت معنا من العاصمه الاردنيه عمان. اذا هناك حرص من قبل السلطه الشرعيه اليوم على بقاء الوضع على ما هو عليه لانها مستفيده من هذا الوضع، لا هي حتى تتفق مع هذا الطرح استاذ علي؟ اولا كما تحدثت عن موضوع تعليق الشماعه على بعض الدول في التحالف مثل السعوديه والامارات دائما، وان هذا ليس على اطلاقه، لكل دوله مصالحها وتسعى اليها. ايضا اريد ان اختلف مع الاستاذ عبد الناصر الذي كما قلت نكن له الاحترام والتقدير، ولكن يبدو لي في طرحه اليوم يعني لم يخرج من بيئته الخاصه ومن يعني وتاثيراتها. الحديث عن الرئيس بهذه الطريقه وشخصنه الامر وعن بهذه التسطيح الزائد ارى انه يعني تنصل من المسؤوليه. نحن في دوله لدينا مؤسسات، لدينا رئيس مجلس النواب، لدينا تحالف الاحزاب السياسيه، لدينا امناء عموم وقيادات الاحزاب السياسيه التي وقعت المبادره الخليجيه والتي شرعيه الرئيس مبنيه على المبادره الخليجيه، لدينا مجلس شورى، لدينا يعني قيادات في البلد. اين هؤلاء واين مسؤوليتهم؟ هو هذا السؤال استاذ علي. لماذا لدينا هذه المؤسسات موقف يعني. طيب لدينا هذه المؤسسات وهذه الاطراف والفعاليات السياسيه، لكن للاسف هذه الاطراف لديها اجنحه في القصر الذي يقيم فيه الرئيس في الرياض، لماذا لا تتواجد على الارض في الداخل؟ يعني لماذا لا تتحمل مسؤوليتها؟ فانا الذي اريد ان اصل اليه ان المشكله التي نعيشها، لانه اذا كان هناك تجني او تحميل اطراف اقليميه المسؤوليه، فهو السؤال هذه المؤسسات وهذه الاطراف لماذا لا تتواجد في الداخل؟ لماذا لا تمارس عملها في الداخل؟ ما الذي يمنع اليوم مجلس النواب من ان يتواجد في عدن مثلا؟ هم يحسبون مع الاسف حسابات. انا لا اريد ان اتهم او اتكلم، ولكن الشخص الذي يحس بالمسؤولية ويرى أنه ممثل اليمنيين ومسؤول عن هذا الشعب وهذه الدولة، إذا لم يستطع أن يعمل شيء وراء أن الدولة يعني تنهار، أقل أن يبرئ ذمته ويعلن موقف صريح مما يجري. أما أن يسكت الجميع والبلد يعني تساق الآن، سقطت آخر منطقة اسمها اليتمة تقريبا في الجوف، يعني على مشارف مأرب، إذا سقطت مأرب لا قدر الله، ونحن متأكدون من ثبات المقاومين هناك بإذن الله لن يستكينوا أو يلينوا. ولكن نقول إلى متى سقطت نهم وسقطت وعدن بيد التمرد لا زالت ولم ينفذوا أي شيء من اتفاق الرياض، والكل متفرج، لا موقف من مجلس النواب، لا موقف من مجلس الشورى، لا موقف حقيقي يلامس الواقع من أي قوى فاعلة سواء القيادات السياسية أو القيادات المجتمعية. أرى أن البحث عن شخص اللي نحمله كل شيء، وإن كان هو فعلا لديه قصور، وقصور الرئاسة لا يختلف أحد على قصور مؤسسة الرئاسة والأخطاء التي تجري، لكن يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته حتى ننقذ البلد ونخرج من هذا المأزق الذي أعتقد لم تمر الجمهورية بمثله. أستاذ علي، كانت هناك حالة تفاؤل وأمل وصلت إلى حد السماء بالدور السعودية في اتفاق الرياض، وأنها ستعمل على تنفيذ اتفاق الرياض، وأن ما حدث هو أزمة عابرة سيتم الانتهاء منها وسنذهب ونركز على قضيتنا الأساسية وإسقاط الانقلاب. لم يحصل شيء من ذلك. ربما التفاؤل هو من قبل المتابعين عن بعد، ولكن أي شخص يعني مسؤول أو ملم يجب أن لا يطمئن أو يتفائل إلا عندما يباشر الأمور الملموسة. لا يزال هناك تعنت من قبل الطرف الآخر في تنفيذ اتفاق الرياض، واتفاق الرياض في خطوطه العامة والعريضة هو اتفاق لصالح الشرعية ولصالح المجلس الانتقالي، يعني المكاسب يتبادلها الطرفان، الشرعية تعود مؤسساتها إلى عدن، أبناء عدن ينعموا بالأمن لأن كل الألوية ستخرج من عدن، المجلس الانتقالي سيكون طرف معترف به، ممثل في الحكومة، ممثل له نصيب مثل باقي المكونات السياسية في مختلف المؤسسات، له مقعد في أو مقعدان أو غير ذلك في الحكومة، وفي التفاوض في لجنة التفاوض مع الطرف الآخر مع الحوثيين. المكاسب موجودة لدى الجميع، ولكن لا يزال هناك تلكؤ، لا يزال هناك
تدخل خارجي الذي عبث بعدم طوال الخمس سنوات عبر هذه الأدوات لا يزال موجود. مع الأسف هناك عراقيل كثيرة تقف أمام تنفيذ الاتفاق. طيب ونحن ما تراه أنت أستاذ علي أنه تعنت من طرف المجلس الانتقالي في تنفيذ الاتفاق؟ البعض يرى أنه ليس تعنت بل هو الآن لأنه هو الممثل الوحيد والفاعل على الأرض للقضية الجنوبية وبالتالي هو يستمد قوته من تواجده على الأرض لأنه ما حققه من هذه الأحداث. كيف استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي احتكار القضية أن يصبح الممثل الوحيد؟ كيف أقصى باقي الأطراف الجنوبية؟ هل أقصاها أم هي همشت نفسها؟ قبل هذا السؤال المهم نريد أن نتحدث عن الدور السعودي حاليا. نحن نأمل جدا بحنكة القيادة السعودية وهي قائدة التحالف وهي الدولة الرئيسية أن يكون الوضع في عدن يختلف عما حصل في الخمس سنوات الماضية. الخمس سنوات الماضية أنتجت لنا كوارث إنسانية وحقوقية في مدينة عدن، عشرات القتلى من أئمة المساجد والدعاة ورجال السياسة والأمن، وفي عدن مئات المخفيين والمعتقلين والمعذبين. كل هذه الأمور حدثت في خمس سنوات توقف للعملية السياسية في مدينة عدن، لا توجد أي أحزاب أو أي صحف حرة في مدينة عدن. نحن نأمل الآن أن يكون للدور السعودي دور إيجابي في تثبيت مؤسسات الدولة، ونحن يعني واثقون وداعمون للقيادة السعودية كقوة سياسية وكحكومة شرعية. بالنسبة لكون المجلس الانتقالي الممثل الوحيد، طبعا هذا الأمر حاول أن يكرس المجلس الانتقالي منذ تأسيسه وعمل مظاهرة حاشدة يعني لتفويض المجلس أنه هو الممثل الوحيد للجنوب. طبعا هذه المظاهرة غالبية من حضرها من خارج عدن من الأرياف التي يتواجد فيها المجلس الانتقالي بثقله، ولا يوجد شيء اسمه تفويض في عالم في السياسة وفي الأوطان أبدا أن تخرج مجموعة لتفوض شخص بتقرير مستقبل دولة. التفويض يكون باستشاءات وصناديق وعملية منظمة. الأمر الآخر أن هناك قوة فاعلة في الحراك الجنوبي ورموز وقيادات ليست مع المجلس الانتقالي ولا تؤيد هذا الطرح، وهي متواجدة في طول الجنوب وعرضه. أيضا حاليا رأينا بعد أحداث شبوة وأبين انكمش المجلس الانتقالي في رقعة جغرافية صغيرة جدا، يعني إذا خرجنا من مدينة عدن هي بضع مديريات يتواجد فيها المجلس الانتقالي. أيضا الكثافة السكانية يعني لا تجاوز 15% من سكان الجنوب، فالحديث عن سيطرة تقريبا 90% من مساحة الجنوب أو 80% ليست تحت سيطرة الانتقالي ولا يوجد له حضور. لكن اسمح لي محاجز عدمن، يعني 90% غير فاعلة كما مثل الشرعية تقول حررنا 80% من البلد وهي مش قادرة تكون لها تواجد فاعل. أيضا في الجنوب 90% لكن هو مسيطر على العاصمة المؤقتة للبلاد. طيب أن تقول انكمش في مناطق معينة والشرعية موجودة في شبوة وأبيان وباقي المناطق، هل الشرعية قادرة أن تحافظ على شبوة والمناطق التي تحت سيطرتها أم هناك مخاوف ربما من أنها تذهب مرة أخرى من يدها؟ جنوبيا لا، الشرعية محافظة على شبوة وغيرها. الإشكال هو لو حصل انهيار عام في البلاد، لكن بالنسبة في الجنوب في إطار الجنوب هناك محافظة المهرة، الأمور فيها مستتبة للشرعية وللأحزاب السياسية والعمل السياسي. هناك محافظة حضرموت، الجزء الأكبر من حضرموت الوضع فيه مستقر تماما، مؤسسات الشرعية تعمل بكل سلاسة. محافظة شبوة ومحافظة أبيان كذلك، هذه المحافظات تشكل أكثر من 70% من مساحة الجنوب. نأتي إلى عدن كذلك، عدن في حال أعطي الحرية للناس في عدن أن يعبروا وأن يتكلموا، وأن ستجد أن هناك أكثرية في عدن مع الشرعية، بدليل عندما قدم الجيش اليمني في أغسطس في 28 أغسطس لم يخرج أحد لمقاومة الجيش، يعني كان هناك نوع من الترحيب بعودة الدولة. إذن عندما نتحدث عن 80% من مساحة الجنوب ومن سكان الجنوب أنهم في إطار الشرعية، هو في البر كان في ترحيب بالجيش لكن حدث شيء من الجو. هو هذا الكلام، نحن الآن هذه الرقعة البسيطة والعدد السكاني المحدود اعتمد على العنصر الخارجي،
لولا العنصر الخارجي لكانت غالبية الجنوب تحت الشرعية. يعني طيب كاستشراف منك للمناطق التي هي الآن تحت تصرف ويد الشرعية كما تقول، هل هناك أي مخاطر محدقة بها؟ أي نعم يا أخي الكريم. ما هي هذه المخاطر؟ أنا أتحدث، أنا لا أقول أن الشعب الجنوبي مع الشرعية ضد الانتقالي. الشعب يعني عانى طوال سنوات وخبر الكل، يعني كان ربما رصيد المجلس الانتقالي عند تأسيسه عالي جدا في كل المناطق الجنوبية بحكم الآمال التي وعد بها الناس، ولكن الممارسات التي لمسها الناس سواء من الأجهزة القمعية في مدينة عدن والمكلا وغيرها، الفشل الخدمي، الفشل السياسي، لا يوجد مشروع سياسي قدمه المجلس الانتقالي يمكن أن يعول عليه، هو مجرد شعار، شعار الجنوب واستقلال الجنوب ودعم خارجي مع الأسف وارتهان بالقرار للخارج، لم يلمس الناس أي شيء. إذن الناس زهدت في هذا المشروع. هل نقول أنهم مع الشرعية؟ إذا أردنا أن يقف الناس مع الشرعية يجب أن تقف الشرعية معهم. هناك تردي في الخدمات في عدن، هناك تردي في الأمن قبل الخدمات يعني، والأمن هو مقدم على أي شيء آخر. المحافظات التي سارت فيها عجلة التنمية، استقر فيها الوضع الأمني، نجد أن الأمور تتجه نحو الأفضل. مثلا في محافظة شبوة لا شك أن النخبة الشبوانية وإن كانت تأتمر بأمر الخارج إلا أنها كانت حققت استقرار أمني في شبوة. بعد انتهاء النخبة عمل المحافظ الأستاذ محمد صالح بن عدي ورجال الدولة في شبوة معه على تثبيت الأمن وبناء مؤسسات الأمن، وبالفعل الوضع بدأ في التحسن يوما فآخر. إضافة إلى ذلك بدأت عجلة التنمية بعمل مشاريع متنوعة سواء في الجسور، في الطرق، في الصحة، في مؤسسات الدولة مثل الجوازات والأحوال المدنية وغيرها. كل هذه المشاريع أعطت الناس نوع من الإطمئنان والرضا والقبول بالشرعية وبرجال طيب الشرعية. الناس في الجنوب زهدوا في المشروع الذي يقدمه المجلس الانتقالي، باقي الأطراف الجنوبية لماذا لا تلتقط الفرصة؟ لماذا لا يكون لها دور فاعل؟ لماذا هي اليوم منكفية على نفسها؟ لماذا تهمش نفسها؟ هناك أطراف جنوبية حاضرة في الميدان، بعضها يحمل مشروع الجنوب واستقلال الجنوب، وبعضها يحمل مشروع الدولة الاتحادية ودعم الشرعية. هناك كيانات في المهرة، في حضرموت، في شبوة وأبيان وعدن، كل هذه المكونات تحضر في اللقاءات في مع المبعوث ومع عدد من المنظمات الغربية لتقديم رؤية عن القضية الجنوبية. وأنا أعتبر أن هذا التنوع هذا عامل جميل جدا، يعني سيسهم في إعادة القضية الجنوبية إلى مسارها الصحيح. القضية الجنوبية هي قضية الإنسان الجنوبي الذي عانى منذ الاستقلال في 67، هذه هي القضية الجوهرية. هناك بعد في القضية الجنوبية هو بعد الوحدة بين الشطرين وما حصل فيه. الأمر هذا ربما أمره سهل جدا معالجته بتوزيع بعض المناصب والثروات وتقسيمها بشكل عادل، ربما مشروع الأقاليم والفيدرالية يحل هذه المشكلة بشكل جذري. نأتي إلى قضية الإنسان، إذا حلت قضية الإنسان الجنوبي وتبنت هذه المكونات، قضية الإنسان الجنوبي اليمني مثله مثل باقي المواطنين، سنجد أن القضية تتجه إلى مسارها الصحيح لتعالج جذر المشكلة، وليس مجرد شعارات يتاجر بها البعض ويستغلها للعودة إلى السلطة والتمكن من جديد من قيادة البلاد وإحكام القبضة على المنافع على الموارد والسلطة. أشكرك جزيلا أستاذ علي الأحمدي، أمين عام مساعد لحركة النهضة، كنت هنا ضيفنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، تعبتونا معكم هذا اليوم، ولكن أشكرك فرصة جزيلا. طيبة وسعيد بالظهور معك هذا اليوم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي، وشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا، وتحية طاقم البرنامج، نلقاكم في حلقة جديدة من المسألة من في الغد، في أمان الله.